مساء الخير سادة المشاهدين، ورحب بكم في حلقة جديدة وأمسية جديدة من أمسياتنا القانونية اللي نستضيف بها محامين وحقوقيين وخبراء قانونيين مختصين ذوي الخبرة في مواضيع قانونية نتناقشها وياكم. موضوعنا لهذا اليوم موضوع مهم جدا، يعني يختص بمجالات كثيرة، هي الأوراق التجارية. كذلك نتناول وياكم عن آلية تطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة من المحاكم البدائع في قضايا الدين وكونفيالة، وكذلك الأوراق التجارية الأخرى. كما تعرفون عموم الشعب كل يومية يتداول بتداول تجاري مهم جدا، هي الأوراق التجارية والتعاملات التجارية اللي تحدث في كل يوم. لتسليط الضوء عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الأساتذة الكرام، كل من المحامي الدكتور سامر شهاب المفرجي. اهلا وسهلا بك دكتور، نورتنا وشرفتنا. اهلا وسهلا. وكذلك ضيفي الكريم المحامي احمد شاكر المفرجي. اهلا وسهلا بك استاذ محمد، نورتنا واشكركم على قبول الدعوه. شكرا جزيلا لك. اشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل وياكم مشوار حلقتنا لهذا اليوم. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. كما ذكرت قبل قليل، موضوعنا لهذا اليوم هو الأوراق التجارية والتعاملات التجارية اللي يقوم بها كل شخص من أفراد المجتمع، عن كيفية البيع والشراء وكذلك بيع الأسهم والسندات. كل هاي الأمور راح نتحدثها وياكم. كذلك يمكن للسادة المشاهدين الكرام الانضمام إلينا عبر الأرقام الهواتف الظاهرة في أسفل الشاشة للإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم اللي تخص موضوع حلقتنا لهذا اليوم، هو موضوع الأوراق التجارية. دكتور أبدأ معك مجددا، أهلا وسهلا بك. قبل الخوض في مجريات وتفاصيل موضوعنا وشمارنا لهذا اليوم هو الأوراق التجارية، ممكن أن تتحدث لنا عن كيفية حماية الفرد لحقوقه بمثل هكذا تعاملات اللي تحدث يوميا أو يقوم بها الفرد بالأحرى من تعاملات تجارية يومية، وتوثيقها بشكل رسمي أو بشكل كتابة؟ ممكن أن توضح لنا والسادة المشاهدين الكرام الكلمة لك. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نشكر قناة التركمانية الفضائية، ونشكرك أستاذ محمد على استضافتنا. نشكر جميع الكادر، يعني إن شاء الله كان ترحيبهم جيد جدا، ونمسي على جميع المشاهدين بالخير إن شاء الله. طبعا كثير تردنا هيك مشاكل وسؤالات، سواء عن طريق الاتصال او اسئله ترد، يعني ممكن احد يوقفك بالشارع يسالك عندي مشكله، اللي هي انه اكو تعامل دائما، والتعامل دائما يكون في حسن نيه، موجود حسن النيه دائما في التعاملات. فاحنا بغض النظر عن مساله حسن النيه موجوده او ما موجوده، دائما التعامل يكون شفهي، التعامل يكون ما مكتوب ما محرر يعني. فاحنا دائما نوصي ونقول يا با اي واحد يتعامل، سواء كان التعامل يعني بمبالغ مادية ضخمة أو مبالغ مادية بسيطة، لازم تكون هذه الأشياء متوثقة أو مكتوبة، سواء كانت مكتوبة بصورة عقد إذا كان تعامل ملزم، يعني أكو التزامات ترتبط بين الجانبين، يعني مثل تستأجر شخص لعمل معين أو تتفق مع شخص أن يقوم لك بعمل مقابل أجر معين. لا، الأفضل أن يكون هناك تحرير عقد، بنود هذا العقد مكتوبة تبين التزامات كل طرف، بالإضافة لأنه دائما يقول لك والله أنا أعطيت شخص قرضة حسنة وما رجع لي إياها، عندك شيء يثبت؟ لا ما عندي شيء يثبت. أو خصوصا أصحاب المحلات، أو شوف مثل إخواتنا المزارعين غيرهم، ينطي المحصول ماله بعدين يستلم الفلوس ماله، دائما أكو مشكلة بهاي التعاملات، أكو شيء يثبت ما أكو شيء يثبت. فدائما نوصي ونقول أنه يجب على الشخص أن يوثق تعامله من خلال الكتابة، كان يكتب العقد المكتوب بيناتهم، او اذا كان مجرد انطيت الشخص قرضه حسنه او صاحب محل سلمت بضاعه لشخص او انطيت فلوس مجرد فلوس، فلازم ان ياخذ منه ما يعرف به وصل الامانه او كومبياله، او ممكن ياخذ منه صك حتى يضمن هاي النقود. والافضل انه يتاكد من الشخص اللي يتعامل معه، هذا الشخص عنده اموال، عنده عقارات، عنده فلوس، خلينا نقول بالعامية عنده فلوس يسدد بعدين لو ما عنده. فهذه المشاكل أو هاي الأمور لازم الشخص يتأكد منها قبل ويوثقها قبل ما يقدم على أي تعامل آخر. طيب نوهت على موضوع مهم جدا دكتور، هو الشخص اللي الدائن
بمجرد إعطائه مبلغ من المال يجب أن يتأكد من المركز المالي للطرف الثاني المدين، هل هو بمقدرة على دفع الدين اللي عليها؟ فممكن أن توضح لنا يعني في حالة وجود دين والمدين لا يمكن أن يدفع الدين المتراكم عليه، طيب ما آلية اللي يتبعها الدائن في سبيل الوصول إلى حقه وإرجاع المبالغ المدفوعة؟ طبعا هو قبل كل شيء لازم يوثق دينه، يوثق منه بوصل أمانة أو كمبيالة إذا كان هذا الشخص يمتلك راتب أو يمتلك يعني شخص موظف أو يعمل لديه راتب أو لديه أموال عقارات ممكن يحجز عليها، إذا كان ما يمتلك كل هذا وحب يتعامل معه أو وجود تعامل معه أو أوجب العمل أن يتعامل معه لازم هنا يطلب منه يحضر شخص كفيل، هذا الشخص الكفيل يجب أن يمتلك أموال، يمتلك عقارات، يمتلك ما يمكن حجزه، لأن القاعدة القانونية تقول جميع أموال المدين ضامنة لدين الدائن، فلازم الشخص المقابل يكون هو شخص مدين أو ما يطلق عليه المصطلح القانوني مدين ملء، يعني يكون ملء معاه فلوس يسدد، أو الشخص يحضر كفيل، هذا الكفيل يكفله حتى بعدين الشخص الدائن يضمن أنه يستلم فلوسه بصورة جيدة يعني. طيب أستاذ أحمد أنتقل إليك، مرحب بك مجددا في البرنامج. طيب أستاذ سؤالي راح يكون كما ذكر أستاذ سامر، هل من الممكن، هل من الملزم أيضا تصديق العقد المبرم ما بين الطرفين في جهات مختصة لكي يكون لكي يكتسب الشكلية القانونية المعتادة لي؟ في بادئ الحديث مس عليك أستاذ محمد وعلى قناة تركماني إلي، وشكرا لكم على هذه الاستضافة. أنا أشكرك جزيلا. بالنسبة لموضوع تصديق العقد ما بين الطرفين، القانون ما شرط جازم أنه يجب تصديقها، لكن من الأفضل تصديقها لدى الدوائر المختصة. السبب لربما الشخص يكون ناكل عن الدين أو ينكر جزء من المبلغ، على سبيل المثال أنه زيد من الناس فلان شخص يطلب شخص 30 مليون بضمن كمبيالة أو وصل أمانة، فبعد فترة المطالبة والسداد يقول له أنا موصل لك مثلا مبلغ، أنت ما تطلب 30 تطلب 20، فهنا صار حدث مشكلة ما بين الدائن والمدين، فيرجعون لأصل الدين اللي هو الكمبيالة إذا كانت مصدقة لدى كاتب عدل أو الجهات المختصة، فعند اللجوء للمحاكم ما راح يواجه صعوبة أنه بإثبات الدين ماله. فمن الممكن والأفضل توثيق الدين ضمن كمبيالة وتصدق لدى الجهات المختصة حتى يكون سند قانوني رسمي يستطيع الدائن المطالب بالدين كامل الاستحقاق. طيب أستاذ، في حال الكثير من الحالات اللي نشهدها في عموم العراق وخصوصا في محافظة كركوك، مثلا الشخص قام بشراء سيارة، طيب هذا الشخص المشتري كيف يضمن حقه في ضمن إطار القانوني بتحويل المركبة أو السيارة باسمه من دون وقوع في خلافات مع البائع؟ القاعدة القانونية تقول العقد شريعة المتعاقدين، دائما البيوع ما بين البائع والمشتري في أمور العقار أو السيارات دائما أكو في أغلب المكاتب عقد بيع، هذا العقد لإثبات الشكلية لإثبات الاستلام المبلغ كامل مبلغ السيارة ومقابل تسليم السيارة، فأحيانا تردنا كثير من المشاكل في المحاكم كأن بأنه اشتريت السيارة من فلان شخص وهذا الشخص ممتنع أو يتهرب عن تحويل السيارة. هو بالضبط هاني أريد هذا البائع دائما يتهرب من المشتري في عمليات التحويل المركبة وربما يطالب بمبالغ مبالغ إضافية ما عدا هو اللي ماخذه، مثلا مبلغ المركبة أو السيارة مثلا نقول فد 50 ورقة، هو أثناء من يجي المعاملة للتحويل أو للبصمة يطلب من المشتري إضافة مثلا دولارين أو 100 دولار 200 دولار كإضافي للسعر اللي هو اتفق عليه. هذا المشكلة دائما ما نواجهها، والكثير هذا واقع حال صار محمد حتى بالشارع موجود، يعني دائما تواجهه يقول لك أنا أردت أحول واتصلت بالبائع فقال لي أنا لازم 200 أو 300 دولار أرجع أحول لك، وهذا الشيء غبن، هذا الشيء ظلم، والمعاملة ما بعد الاتفاق هو ذا شرعا أو قانونا ما يجوز. نعم. فبهيش حالة الأفضل أنه يتم تسجيل البيع والشراء والمركبة في دوائر الدولة، مثلا دائرة المرور عقد مرور في دائرة المرور يتم البيع ويتم التحويل
وضمن النقاط اللي حددها القانون حتى يعتبر العقد عقد البيع يكتسب الشكلية القانونية التامة. يعني اكو فرق ما بين انه يتم البيع والشراء خارج دوائر المرور وخارج دوائر الدولة وما بين التسجيل والبيع والشراء داخل الدوائر. هنا داخل الدوائر كل الشكلية القانونية مكتسبة. فالأفضل نصيحة لكل المشتري سواء المركبات أو الغير يتضمن يدخل تسجيل العقد أو البيع والشراء داخل دوائر الدولة حتى يضمن حقه يعني. طيب. وبهيج حالة إذا عفواً أستاذ محمد إذا صارت مشاكل وإن الناس جهل بالقانون أحياناً لا يعد عذراً جهل بالقانون يقول لك أنا أجهل إنه أروح للمرور حتى أبيع وأشتري. هنا يلجأ للمحاكم المختصة والمحكمة التحقيق أو المحكمة المختصة يعني تنظر ربما تحكم لصالحي أو لا تحكم. نعم وإعادة حال يكون إعادة حال وبيوع من شخص لشخص إلى أن يصلون المالك الحقيقي. طيب أنتقل وياك دكتور. طيب ذكرنا أن أسباب توثيق كتابة الدين وكذلك مبلغ الدين ما بين الدائن والمدين، طيب ما سبب توثيقه بالكتابة؟ فهل يجوز يعني مثلا إثبات حسب القوانين العراقية إثبات الدين بالشهادة؟ طبعا القانون العراقي حدد مبلغ معين نصاب الشهادة كان 5000 بعدين تعدل القانون. فالمبلغ إذا زاد عن هذا المبلغ اللي محدد بالقانون فما ممكن إثباته بالشهادة. احنا دائما يجي الشخص يقول لك والله أنا دينت شخص هو صديقي أو هو جاري أو هو قريبي دينت مبلغ مثل 1,000,000 أو 2,000,000 وعندي شهود قدام فلان انطيته الفلوس او اعطيته الفلوس بالمحل الفلاني كله يابا هنا ما راح تقدر تثبت الدين بالشهاده. السبب في ذلك سبب انه القانون حددها لازم يكون هناك دليل كتابي محرر كوصل مثل ما ذكرنا كوصل امانه او كمبياله او ايا كانت حتى لو ورقه بسيطه مكتوبه بين الشخصين المهم تحتوي على توقيع الشخصين او امضاء بصمه ابهامهم وياخذ به المحكمه نعم بالافضل ان يكون شهود اثنين يكتبون له حتى الله سبحانه وتعالى بالقران يقول يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا كان او كبيرا. يعني اذا كان حتى الدين صغير الله سبحانه وتعالى وصانا ان نكتب هذا الدين فاحنا ليش ما نكتب هذه الديون حتى بعدين احنا نقطع النزاع نقطع كل المشاكل تصير سواء كانت اصل الدين هل هو ثابت موجود او كم مقدار الدين. دائما تصير مشاكل يدين 5 ملايين يقول لا انا اطلب 4 ملايين وشون شهود وعندي شهود يحلفون كلام الله. فالقانون نص قانوني ثابت وواضح. طيب. الماده 77 دكتور راح يكون سؤالي عدم كتابي ما الاجراء اللي يحكم به المحكمه لكن قبل ذلك عندي اتصال هاتفي. الو نعم الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك استاذ محمد؟ يا اهلا وسهلا حياك الله. من وياي؟ ابو فاطمه من حزيران. يا اهلا وسهلا بك ابو فاطمه. الله يسلمك اشكرك. تحياتي لك ولساتذه. وتحياتي لك يا اهلا وسهلا نورتنا. تفضل ابو فاطمه. استاذ سؤالي لساتذه. نعم. مقرض واحد شخص مبلغ من المال. نعم. ايش قد مبلغ؟ المبلغ 5,000 دولار. 5,000 دولار. نعم نعم. ممتنع عن تسديد الدين يقول لي يعني دخلك بمشروع تجاري وياي. نعم. على اعتبار انه شريك بس انا ما عندي شيء عليه. سؤالي من شقين. نعم. عرفت الدعوه من اقدمها على اساس قرضه حسنه او باعتباري شريك؟ نعم. والشق الثاني؟ الشق الثاني مصير الدعوه ايش راح يصير؟ انا ما عندي شيء عليه، شلون استوفي الدين؟ نعم. اشكرك ابو فاطمه على اتصالك وان شاء الله تاخذ الاجابات من الاساتذه. شكرا جزيلا. دكتور ابو فاطمه كان المتصل راد انه الشخص منطي قرضة حسنة لشخص 5,000 دولار أو ما يقارب 50 ورقة لكن الشخص ممتنع حاليا باعتبار أنه يقول للدائن أنه أنت كنت شريك وياي في المشروع معين لكن ما أقدر أنطيك هذا المبلغ. طيب السؤال الأخ أبو فاطمة هنا يقول في حالة تقديم عريضة الدعوة هل أكتب فيها أنه كانت عن طريق قرضة حسنة أم أنه كانت شراكة في مشروع معين؟ ياهو من عندكم يقدر يجاوب هذه ما عندي اشكال. هنا
هو يرجع على ارث الدعوه، يرجع على سبب الدين الاصلي بيناتهم. هو هل انطاه 50 ورقه وهي 5000 دولار نعم كقرضه حسنه، تصرفه الحقيقي الاصلي اللي كان على قرضه حسنه، قرضه حسنه او مشاركه، اذا مشاركه هنا بحث اخر يعني راح تروح الدعوه باتجاه اخر، لكن اذا كان قرضه حسنه نعم ممكن يقدم عريضه دعوه بالمحكمه، اذا نعم عنده ادله مكتوبه موقعه ممكن يبرزها للمحكمه، ولكن هنا 50 ورقه تقريبا بالعراق تسوي 7 ملايين، اكثر من 7 ملايين، 7 ملايين وكسور، المبلغ يزيد عن النصاب اللي حدد القانون. نعم. فهنا ما انه هو اذا عنده شيء مكتوب يقدمه للمحكمه، المحكمه راح تاخذ به، يشوف الشخص المقابل ينكر يقر، اذا اقر به كان بها والدعوه تمشي ويحصل حقه ان شاء الله. ان شاء الله. واذا انكر الشخص الثاني هنا راح يكون امامه سبيل واحد، انه هذا الشخص يتوجه له اليمين، يسموها بالقانون اليمين الحاسمه، يحلف هل هو مدين او ما يعرف بمشغول الذمه بهذا المبلغ لهذا الشخص على سبيل قرضه حسنه ام غير مشغول الذمه. طيب. اذا حلف الشخص المدين اللي اخذ الفلوس، اذا حلف وخلى يد على القران وحلف كلام الله انه ما مدين، فهنا راح يسقط حقه بالمطالبه. طيب انتقل وياك استاذ احمد، هل انه الدين ممكن ان يكون مشروعا او يجب ان يكون الدين مبلغ الدين يكون مشروعا؟ هل ألزم القانون هذه النقطة وهذا الشرط في الدين؟ نعم أستاذ محمد، بالنسبة لمشروعية الدين احنا القانون حدد أركان التصرفات القانونية مبنية على 3 أركان اللي هي الرضا والمحل والسبب. نعم. بالنسبة لتوفر الرضا والمحل ماكو مشكلة، هنا نلجأ للسبب. هل هذا السبب مشروع؟ مثلا شنو؟ إذا كان الدين ناشئ عن ربا، أو كان الدين ناشئ عن أموال محرمة أو أموال مخالفة للشرائع الدينية الإسلامية ومخالفة للنظام العام والآداب العامة، هنا لا يتم المطالب بها. يعني ما تصور في يوم تجي دعوة يقول لك أنا أطلب في الشخص يعني أموال ربوية وأنا أريد أشتكي عليه وكذا. فالدين يجب أن يكون مشروعا أول شيء، مشروعا سواء من الجانب الشرعي والإسلامي ومن الجانب القانوني، أن لا يكون مخالف للنظام العام والآداب العامة. فحصر القانون العراقي حصر مشروعية الدين في هذه النقاط. كلمة المخالف للآداب العامة، القانون ما يعدد لك كل المفاصل وكل الأسباب، هاي السبب هاي السبب، ما يذكرها حصلا، ما يذكرها. فعلى سبيل العموم يعني قال لك أي عمل أو أي سبب ناشئ عن الدين يكون غير مشروع أو مخالف للنظام العام والآداب العامة، يعني سبب غير شرعي، أو أموال الربوية هم سبب غير شرعي، فهنا لا يلزم المطالبة بها. هذه الأموال مشروعية الأموال ما بين مشروعية وعدم مشروعية. طيب أنتقل وياك دكتور، ذكرنا أن 5000 دولار ينطي الشخص لشخص معين، ويعني التعامل راح يكون هنا بالعملة الأجنبية أو بالأحرى بالدولار. طيب كيف يمكن أن نحل المشكلة أو الخلاف في حالة تغيير سعر الصرف الدولار؟ مثلا كحاليا في العراق دي نشهده، كان السعر الصرف الدولار 125 أكثر شيء للمئة دولار الواحد. طيب هنا الحالة والوضع تغير، صارت قرابة 150 ألف، تقريبا 145 ألف. طيب لو حدث اختلاف ما بين الدائن والمدين، آلية تحديد سعر الصرف الدولار كيف يعتمد وكيف يمكن حلها؟ هو بالأساس الشخص أو التاجر لما يتعامل بالدولار وينطي قرض بالدولار أو يشتري بضاعة أو يبيع بضاعة بالدولار، هدفه منه هدفه هنا حتى يحفظ القيمة السوقية الأموال أو القيمة السوقية البضاعته. يعني أنا بضاعتي 50 دولار، ما أريدها تنزل قيمتها، فالقانون حدد السعر، أنه سعر الدولار، او اذا كان احنا بعض الاحيان في خصوصا في دعوى الاحوال الشخصيه دائما الزوجه عندها دين مخشرات ذهبيه في ذمه زوجها، او يكون المهر المؤجل مخشرات ذهبيه، فذا كان التعامل غير الدينار مثل دولار او ذهب او غيره مما الى قيمه، يتحدد حسب القانون يتحدد قيمته وقت المطالبه به اللي هو وقت اقامه الدعوه. يعني انا شخص انطى واحد قرضه 5000 دولار قبل سنه، كان سعر الدولار مثل ما ذكرت حضرتك السعر القديم 125 ما يعادل 6 ملايين. هسه اذا قام دعوه هسه يطالب بوقت اقامه الدعوه، طبعا هو يتم مفاتحه غرفه التجاره ومعرفه السعر الصرف في الوقت الحالي او يوم المطالبه، فيتم الحساب على اساس سعر الصرف وقت المطالبه
بالنسبه للدولار او بالنسبه للذهب يتم مفاتحه ايضا السوق الصاغه او مفاتحه غرفه التجاره ايضا لتحديد سعر المثقال، ممكن يصعد ممكن ينزل يعني، ولكن هو دولار يبقى دولار حسب السعر الصرف السائد يوم قامت الدعوه يوم المطالبه به. نعم. طيب استاذ راح نيجي شويه نتكلم عن الصكوك، هل انه قوه الصك الى قوة قانونية في سداد الدين؟ لكن قبل ذلك عندي اتصال هاتفي. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من وياي؟ مهدي صالح. يا أهلا وسهلا بك أخ مهدي. مكوك. يا أهلا وسهلا. ممكن أسأل الدكتور سؤال يعني؟ نعم تفضل. نعم يعني دكتور عندي وصل أمانة، نعم، أقدر أنفذ مباشر للدائرة التنفيذ لو لازم اقيم دعوه؟ يلا اقدر انا يعني. نعم دكتور تسمع المتصل؟ اخي المخرج الصوت ما يجي للاستوديو. نعم اي اخذت السؤال اخ مهدي، عندك وصل امانه وتريد تنفذه بدائره التنفيذ تنفيذ مباشر. نعم اوكي تمام ماشي. أخ مهدي كان المتصل دكتور، سؤال موجه لجنابك، عنده وصل أمانة ويريد ينفذ دائرة التنفيذ، هل أنه هذا الوصل أمانة يحتاج إلى إقامة دعوة بدائية في المحاكم البدائية وإلا إلى قيمة قانونية ممكن تنفيذه لدى دائرة التنفيذ مباشرة؟ بالنسبة لوصولات الأمانة تعتبر من السندات أو المحررات التنفيذية، فممكن تنفيذه مباشرة إلى دائرة التنفيذ، يعني تأخذ وصل الأمانة مباشرة تروح لدائرة التنفيذ تنفذه مباشرة، ما يحتاج تراجع المحاكم وتستحصل قرار، وممكن يتنفذ مباشرة ومن ثم الشخص يجي أما يقربي يقول أنا هذا توقيعي هاي بصمتي، وبالتالي يكون مشغول الذمة ويجب عليه أن يسدد. ممكن هنا الشخص راح ينكر يقول أنا لا توقيعي لا بصمتي، فهناك دائرة التنفيذ ما عندها وسائل إثبات أو مو اختصاصهم يعني، فراح يوجهون الشخص صاحب وصل الأمانة أنه يراجع المحاكم المختصة لإثبات حقه لأن حصل به حالة خلاف. نعم. نعم. طيب كان سؤالي قبل الاتصال أنه الصك له قوة في سداد الدين؟ طبعا الصك هو أحد أهم الأوراق التجارية، بما أننا موضوعنا اليوم نتكلم عن الأوراق التجارية كلها، فهو الصك يعتبر يعني القانون اعتبره أداة وفاء حال حال النقود، يعني أنت اليوم إذا أي شخص يطلب شخص مبلغ من المال وانطى هذا الشخص صك، فالصك هنا يعتبر بمثابة كأنما أمسدد فلوس، هو يطمئن أنه حقه مضمون 100%، فإذا يوم سداده يروح للمصرف ممكن يسحب الفلوس إذا كان عنده رصيد، ولكن إذا ما كان عنده رصيد هنا راح يسحب استشهاد من المصرف وممكن يراجع المحاكم الجزائية، وهنا عقوبة بها تصل لثلاث سنوات، بها غرامة تصل إلى 5 أضعاف الصك، بالإضافة لأنه دائما المحاكم تنطي حقه في مراجعة المحاكم المدنية لاستحصال مبلغ الصك. نعم. عند اتصال هاتفي. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من وياي؟ عفوا ويا سيف علي. سيف علي يا اهلا وسهلا بك اخ سيف. الله يعزك يستر عليك. يا اهلا وسهلا. استاذ عندي سؤال اوجهه لاحد ضيوفك، فكي تلقي لي حل لهذا الموضوع يعني. بس ممكن تكرار السؤال؟ السؤال اطلب شخص مبلغ قدره 25 مليون دينار عراقي. 25 مليون دينار. نعم. حكيت عليه بالمحاكم. فاخذت قرار استحصال اني انفذ عليه. نعم. فهو يقول انا ما عندي راتب وما اقدر اعطيك، وهاي صار لنا 6 أشهر يعني على هذا الحال. نعم. جاي يتحرف وما اعرف شلون يعني قانونا الزمه اني ادفع لي المبلغ مالي حتى لو بلغ ما يخالف. طيب الشخص هذا عنده سياره شيء؟ ما عنده اي املاك باسمه. لا لا اي املاك ما عنده باسمه. نعم. طيب اشكرك اخ سيف على اتصالك وان شاء الله تاخذ السؤال. استاذ احمد واحد من المتصلين قال انه اطلب شخص 25 مليون وقمت الدعوه البدائيه واستحصلت القرار ب المبلغ من المدين، طيب من اجي انفذ المدين يجي يقول انه اني ما عندي راتب. تمام. ولا اقدر انطيك يعني تسويه لسداد هذا الدين، طيب هذا الاجراء اللي يعني الى متى يبقى هذا القرار منفذ لكن لم يعطى ثمره للدائن؟ ما اجراء المناسب لهذه الحاله؟ بالنسبه
بعد استحصال قرار محكمة البداءة بالمبلغ المتعارف عليه القانون ينص على أنه مراجعة دوائر التنفيذ لتنفيذ قرار المحكمة. بالنسبة للأشخاص دائما نلاحظ كثيرا أنه يتم التهرب من التسويات ومن الدفع. يعني يقول لك أنا ما عندي أي مبلغ، ما عندي أي سيارة. وهو ذكر الأخ المتصل قال أنه المدين ما له أي أملاك مسجلة باسمه ولا مركبات مسجلة. دائما ينكر المدين، ينكر يقول أنا ما عندي. لكن فيش حالة على المتصل صاحب الدين مفاد المطالبة من دائرة التنفيذ مفاتحة دوائر المرور لإثبات أن هل عادية هذه السيارة عاديتها لهذا الشخص باسمه، الدار المشيدة، العقار، أي أموال أخرى، إثبات حالة المدينة المادية حتى يتم الحجز عليها. طيب يعني بهيج حال الحجز عليها أستاذ محمد ما تتم إلا بعد يعني صدور قرار محكمة. يعني مثلا هذا الشخص يطلب المدينة كذا مبلغ، ما يقدر يطلب الحجز أو يقدر يحجز السيارة أو العقار أو المحل أو أي أموال أخرى إلا بعد مفاتحة دوائر المعنية من خلال دائرة التنفيذ. يعني هو ينكر يقول أنا ما عندي أي سيارة أو أي بيت أو شيء، واحتمال مسجل باسم بيت أو سيارة، فيش حالة يطالب مفاتحة الدوائر المختصة من دوائر تسجيل العقار. وإذا ورد للكتاب للدائرة التنفيذ أنه هو يملك كذا ملك أو كذا مركبة يتم الحجز عليها. طيب أستاذ، الكثير من التعاملات اليومية التجارية دائما ما نسمع بكلمة الكمبيالة. طيب ممكن أن توضح لنا للسادة المشاهدين ما هي الكمبيالة والشكل القانون اللي يعتمد عليها وكيف يتم ذلك؟ بالنسبة للكمبيالة سيد محمد، الكمبيالة حددها قانون التجارة وعرفها أنه هي تعتبر ورقة تجارية ضامنة. يعني شنو الشروط وشنو اللي ممكن تكون هاي الكمبيالة مكتسبة شكلها القانوني التام أو بها نقص أو إلى آخره. القانون قانون التجارة الصرفي حدد أنه الكمبيالة يجب أن تحتوي على اسماء الدائن والمدين وكيفية الدفع حين الطلب أو قرض حسنة، ويذكر التواريخ، والأهم الأهم من كل هذا اللي مبنى عليه الكمبيالة اللي هو الإمضاء، البصمة أو التوقيع، حتى عدم التهرب او عدم انكار انه هذا الكمبيال مو باسمي او مو لي. فهذن الشروط يجب ان توفر، والافضل الاقوى تكون كمبياله مكتسبه شكلها القانوني 100% انه يتم تصديقها بدائره كاتب عدل. وحين ورود موعد التسليم المبلغ دائما يتهرب. أسعدنا كثير من الدعاوى بالمحاكم اللي كان اطلب فلان شخص، كثيرية المواضيع البدائية بالقضايا البدائية هي على كومبيال، اطلب شخص كذا شخص يتهرب وما يدفع وعندي كومبيال علي، يستطيع اذا كانت مصدقة من كاتب عدل يستطيع انه الذهاب الى التنفيذ، تنفيذها مباشرة، او اذا انكر الشخص يستطيع اللجوء الى المحاكم المختصة اللي هي محكمة البداء، يقيم دعوى ويبرز نسخة من الكومبيالة، يعني بيجي بها المحكمة تطلب صحة صدر من دائرة الكاتب العدل حتى يتم العمل بها. وحين إنكار عنده كثير ما تأدى دعاوي ينكر يقول لك هاي مو بصمتي، هاي مو إمضائي، هنا اللجوء المحاكم تلجأ للمضاهات، هل هاي البصمة صوت الشخص، هل هذا توقيع الإمضاء إمضاء الشخص، إذا ثبتت فالمبلغ يوقع وتثبت الكمبيال على الشخص هذا. فالكمبيالة بشكل عام تكون محتوي على الاسم، الدائن والمدين والتواريخ والمبلغ وتاريخ التسديد والإمضاء والبصمة، وتكون مصدقة من كاتب عدل. في هذه الحالة يستطيع تكون ضامن الحق. نعم 100% ضامن. طيب أستاذ، لو تعمقنا بالموضوع، طيب هل يوجد هنالك فرق ما بين الكمبيالة والوصل الأمانة؟ طيب الوصل الأمانة أيضا همين ذكرها الدكتور انه يقدر صاحبه يراجع دائره التنفيذ، يقدر ينفذ عليه. طيب والكمبيالة هم نفس الشيء، طيب ما الفرق الجوهري ما بين كلا السندين؟ الفرق الجوهري استاذ العزيز، بالنسبه للفرق الجوهري ما بين الصك، ما بين عفوا وصل الامانه وما بين الكمبيالة، يعني وصل الامانه يعني هو عقد ما بين اي شخص، ممكن تقدر انت محل تسوي وصل الامانه، والناس تجهل انه انها وصل أمانة، ممكن اني شنو اللي يثبت مره ثانيه، انا عندنا احد الدعاوي وصل أمانة لكن لا يحتوي لا على امضاء ولا على بصمه ولا اي شيء، اجى الشخص انكر قال هذا مو لي، القانون يقول لك شنو اللي عندك يثبت لا امضاء لا بصمه لا شيء. لكن الكمبياله صدور هيكون من كاتب عدل وتكون قوتها القانونيه اكثر، الكمبياله باعتبار هي مصدقه من جهات رسميه. نعم
وصل أمانة أكتب عقد أنا وياك عقد وصل أني مديل فلان مبلغ يجي، لكن شنو اللي يثبت إنه هذا إذا ما كان يحتوي على توقيع وعلى بصمة وعلى تصديق من الدوائر المختصة؟ يعني فقوة الكمبيارة تكون أقوى من وصل الأمانة، وإذا كان وصل الأمانة يحتوي على توقيع وبصمة فهم يكون إلى قوة القانونية، بس الأضمن كمبيالة. نعم. طيب الدكتور أنتقل وياك، ذكرنا معاملات بيع المركبات السيارات الخصوصية والتاكسية. طيب في حال قام شخص بشراء قطعة أرض أو دار سكنية، ما الإجراء المناسب اللي راح يقوم به المشتري لضمان حقه في تحويل القطعة أرض أو القطعة المنزل السكني باسمه؟ طبعا البيع العقارات، يعني العقارات تعتبر هي ثروة البلد المهمة، فالقانون دائما يحاول يحصنها من التلاعب، من التزوير، من الغش، من أي مشاكل تقع بها، فخصها بشكلية معينة. أنت ممكن تبيع الأرض ولكن هذه الشكلية ما تكتسبه والعقد ما يكون عقد تام ما لم يتم تحويله لدى دائرة المختصة اللي هي دائرة التسجيل العقاري. فالضمان الوحيد، احنا دائما نقول الضمان الوحيد للشخص حتى يضمن حقه أنه يحول في دائرة التسجيل العقاري، هذا الضمان الأول والأخير. ولكن ممكن الشخص حتى يضمن حقه أنه يعمل مكاتبة، والأفضل أن تكون هذه المكاتبات لدى المكاتب المجازة من غرفة التجارة أو مجازة من الجهات المختصة، يذكر فيها تفاصيل العقار كاملة، تفاصيل السعر، المبلغ المدفوع، ممكن يأخذ وصل أمانة بالمبلغ اللي دفعه حتى يضمن حقه مع بعض الضمانات الأخرى. ولكن نرجع ونقول أنه الشخص ما ممكن يضمن حقه ما لم يتم التحويل، ولكن هذا المكاتبة لدى مكتب العقار أو المكتب المختص بالتحويل أو غيرها يضمن حقه بعدين، ممكن أن يراجع المحاكم المختصة يضمن أنه دفع هذا المبلغ، وهذا الشخص استلم، الشخص البائع استلم هذا المبلغ، ممكن أن بعدين يلجأ للمحاكم ويحصل على قرار من المحكمة وفق ما يعرف بدعوى التملك، بها تفاصيل هواي ما خارج طاق حديثنا هذا اليوم. فممكن أن يضمن حقه بالمبلغ اللي دفعه، ممكن أن يضمن حقه فيما يعرف بدعوى التمليك حتى يحول العقار باسمه ويستحصل على الحقوق، ويستحصل على جميع طيب حقوقه. طيب استاذ، يعني ذكرنا الدائن والمدين وإنكار المدين وعدم دفعه لمبلغ الدين. طيب هنا الدائن هل يمكن طلب أو استحصال أمر قبض وتحري ضد المدين لتلافي من تهرب المدين من الملابسات وكذلك من دفع البدلات المستحقة له شهريا أن يدفع للدائن؟ طبعا هنا هو الأصل العام أنه هاي التعاملات كلها مدنية، فما ممكن أن تتراجع المحاكم الجزائية حتى تستحصل أمر قبض أو تستحصل، لأن هو معروف مبدأ بالدستور وبالقانون لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فأنت إذا ماكو جريمة، جريمة تشمل الضرب. نعم دكتور، يمكن عند اتصال هاتفي آخر اتصال. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا ليلى من حي الواسطة. يا أهلا وسهلا بك ست ليلى. أخويا أخذت 2000 متر الأرض على طريق مؤدي إلى تركلان قرب حي بدر. نعم. قبل تقريبا 10 سنوات. نعم. دفعت 40 مليون. نعم. الآن أخذت المساح لتثبيت الحدود لكي أبيعها. نعم. أشوف شرطة الاتحادية مخلي الصبات القاعي كلها صاير ضمن الشرطة الاتحادية. طيب هذا القاع اللي أخذتيها ست ليلى هي كانت زراعية لو كانت ملك تصرف طاقة؟ لا، زراعي مسوية هيك سند وصل. نعم. ما عندي يعني طاقة بيدي حتى أروح بالتعامل فد شيء أسويه. نعم. والأشخاص معروفين من أي شخص أنا أخذت. نعم. هم هم قاع هم ماخذ شرطة الاتحادية، فأني تقريبا على الشارع صاير، يمكن هنا هم معمل ملح صاير. نعم. يم قطعة مالتي. نعم. فهسا ما أعرف شنو الطريقة شو أسوي. نعم أشكرك على اتصال ست ليلى. يمكن سمعتوا الاستصال من ست ليلى. طيب ما الإجراء القانوني أستاذ في هذه الحالة؟ أول إجراء القانوني هنا أول شيء لازم هي مالك هاي الأرض، الشخص فاقد الشيء لا يعطيه. يعني أنا شخص أرض ما أملكها ما ممكن أروح أطالب بها أي شخص متجاوز عليها. والأرض علما أنه هي زراعية. نعم وهي زراعية، ممكن تكون عقد، ممكن تكون طاب، وإحنا جايين نشوف يعني مشاكل هواي بالمحاكم، يقول لك والله أنا اشتريت أرض زراعية داخل كركوك، يعني دائما هاي الحالات يكون فيها حالات نصب أو غيرها. لكن
احنا السؤال الاول اللي نساله، هذه هي عندها شيء يثبت ملكيتها الارض؟ نعم. او الاشخاص اللي اشترت منهم عندهم شيء يثبت ملكيتهم الارض؟ اذا كان هناك سند سواء كان عقد زراعي او مثل ما يسموه طابو زراعي اللي هو تمليك باللزمه او غيرها، نعم. يعني اي مستند رسمي يملك يثبت ملكيتها هاي الارض، هي ممكن تراجع الاشخاص او الشرطه الاتحاديه وغيرهم اللي مستولين على هاي الارض وتطالبهم ان يخلون ارضها، او ممكن تراجع المحاكم المختصه. نعم. وتختصم الشرطه الاتحاديه تابعه لوزاره الداخليه، ممكن تختصم وزير الداخليه لدى المحاكم، لدى محكمه البدائه، وتطالبهم باخلاء الارض، او حتى ممكن تطالبهم باجر مثل. يعني انا ارض مالتي الحكومه ملكتني اياها، سواء استغلها زراعه، استغلها بناء او غيره او غيره، لكن هذا ملكي. بالمناسبه هو حق الملكيه معروف، حق الملكيه شيء مقدس، ما ممكن شخص يستغله من غير سبب. يعني الشرطه الاتحاديه عندهم وضع امني ما وضع امني، بس ممكن عندهم اجراءات قانونيه كاستملاء قضائي، استملاك رضائي، ممكن يشتروها منها، يلجؤون للمحاكم المختصه يستملكونها، بعدين ممكن يعوضونها. ولكن اذا اي شخص كان يستولي على هذا الارض ممكن تراجع المحاكم وتختصمهم لدى المحاكم وتحصل حقوقها ان شاء الله. ان شاء الله. ختام البرنامج كلمه توجهها للساده المشاهدين استاذ احمد. ان شاء الله يكون حلقه مثمره، و ان شاء الله صارت من خلال قناتكم ومن خلال استاذ محمد انه ثقافه قانونيه عامه عند المجتمع. نعم. اللي هو الشارع والمجتمع والمواطنين بحاجه لها حتى يتخلصون من مبالغ الغبن والظلم وضياع حقوقهم. نعم. فنتمنى تكون هاي الحلقه يعني لو بادرت ما قصرت للتعبير عن الثقافه ونشر الثقافه والتوعيه من خلال قناتكم تقرأ قناتكم. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك صاحب حمد، شكرا لك. انا اشكرك جزيل الشكر. دكتور كلمه اخيره للمشاهدين. والله كلمه اخيره، احنا نشكركم على استضافه، وحاولنا يعني نقدم شيء بسيط من الثقافه القانونيه. لا ان شاء الله ما قصرت. يعني للمواطن البسيط حتى دائما يحاول يحمي حقوقه، يحاول يثبت حقوقه، وإن شاء الله الحقوق موجودة. يعني إن شاء الله. أشكركم زملائي الكريم، المحامي الدكتور سامر شهاب المفرجي، وكذلك المحامي أحمد شاكر أعضاء الهيئة العامة لنقابة المحامين العراقيين، كنتوا ضيفا أعزاء في البرنامج. أشكركم وأشكركم على صراحتكم في الأجوبة، أشكركم جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام، كذلك الشكر موصول إليكم على حسن المتابعة. دمتم بأمان الله ورعايته.